جايتلكم من بعد ما طبصابلي هاد الشكي نسيت ما وريتلكمش. هذا هو الطابع ديالو. غادي نبدا دابا نلصق. هادي راه درت فيها درت هاكم هرمش. هذا اللي كنلصق به كنخلط ناباج وغليكوز تقريبا. كنديروا جوج معالق كبار ديال الناباج وكنديروا معلقه واحده ديال الغليكوز، يعني كنضاعفوا الكميه ديال الناباج على الغليكوز. انا هنا زدت ليه النكهه ديال النوكا باش كتعطي شويه اللون ومذاق. نديروها شويه صافي. بعدا نديرو لها هاد التاج بحال هكا. نعمرو لها هاد البلاصه بكوكب. الشكل الثالث غادي ندير هنا بابيو وهاد البلاصة نديرو شوية ديال الكاكاو. ممكن نديرو زنجلان أو لوز لي بغيتو. كذلك هذا ندير هاد الشوكولاتة البيضاء. هذا هو المول ديالها. وبالنسبة للتاج هذا المول ديالو. وبالنسبة للبابيو هذا المول ديالو. وهنا نديرو شويه من هذا هنايا غير ناباج. درت ليه شويه ديال الملون بنفسجي. ما كنديروش بزاف غير شويه بحال هكا. هذا غندير الشوكولات ندير له شوكولاته بيضاء. سمحولي ندير فيه شويه ديال اللوز غير هكا مهرمش. فواكه مع السرة. ممكن نديرو رشة من الزنجلان ولا هكا شويه كيجي على هاد الشكل. قريكم شكل واحد. ايوا هذا طريقة سهلة بزاف. شويه نحط وسطها هاد الوريضه. ندير لها شويه ديال الزنجلان.
وهذا هو الشكل النهائي. بالنسبة لهذه عمرته ب شوية ديال اللوز، خلطته مع الناباج ونكهة ديال النوكا. هادو هما الأشكال، كنتمنى يعجبوكم وتجربوهم. وكيف قلت لكم كنوعدكم إن شاء الله غادي نحط لكم فيديو ديال الطريقة ديال العجينة الصابلي.